من حق كل إنسان أن هو يربي حيوان أليف في بيته، سواء كان بيربيه علشان هو بيحب الحيوانات أو بيربيه بهدف الحراسة. المشكلة في أن الحيوان ده ما يبقاش أليف ويعرض حياة الناس للخطر، وده اللي حصل من كام يوم لما شفنا كلب من نوع شرس جدا عض حد من سكان منطقة أكتوبر. والمشكلة الأكبر أن المريض دلوقتي حالته خطيرة بعد ما دخل في غيبوبة. وبالمناسبة دي مش أول مرة تحصل الواقعة دي، وحصلت قبل كده أكتر من مرة، عشان كده في حالة من الغضب الشديد على السوشيال ميديا وصلت، لأن الخبر يكون متصدر الترند على تويتر وفيسبوك وطبعا كمان الواتساب جروبس. السؤال هنا إيه خليني أنا كإنسان أربي حيوان أو كلب بمعنى أصح ممكن ما أقدرش أتحكم فيه؟ كتير مننا بيبقى ماشي في الشارع وبيشوف ناس ماشية معاها كلاب مش قادرة تتحكم فيها، وده طبعا بسبب حجمها وكمان قوتها. وبما ان الناس على السوشيال ميديا طرحت اسئله كتير جدا، قلنا هنحاول نرد عليها، وهيكون معانا عشان كده مداخله مع الاستاذ محمود ابو بكر المحامي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. بعد اذنك انا اول سؤال عايزه اسالك عليه، هل في كلاب محظور استيرادها او تربيتها في مصر؟ بالفعل في 17 نوع كلب مجرم دوليا على حسب الاتفاقيات الدولية. طيب لو كلمت أي حد عن الكلب بتاعه اللي هو ممكن يكون شرس جدا بيرد عليك ويقول لك أنا ماشي قانوني وبديله التطعيمات، هل ده بيغنيه عن المسؤولية أو المحاسبة القضائية أو القانونية؟ طيب بصوا، احنا عندنا في مصر عدة قوانين ونصوص ومواد قانونية منظمة للموضوع ده. على سبيل المثال القانون رقم 1967 ده المعني بإنشاء مزرعة كلاب بدون ترخيص، والقانون رقم 4 لسنة 1994 ده قانون البيئة، والقانون رقم 453 لسنة 1954 والخاص بإدارة المنشآت بدون ترخيص. وفي حتى كمان القانون المدني، في نص في القانون المدني المادة 176 من القانون المدني، وهي التي تتحدث عن مسؤولية حارس الحيوان. كل القوانين ديت هي قوانين منظمة لاقتناء حيوان وحراسة ذلك الحيوان. يكون بقى ان انا اقدر احمي او ما احميش الانسان، انا المشرف في العموم بحد ذاته ما يقدرش يعاقب على الجريمة قبل وقوعها، وده بشكل عام في كل الجرائم. مفهوم. طيب عندنا دي في قانون العقوبات المادة 244 من قانون العقوبات، هي هو القانون المصري ما تكلمش عن عقوبة حارس الحيوان بشكل صريح بالعقوبة، ولكن في المادة 244 من قانون العقوبات تنص على أن كل من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بنتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو واحدة من تلك العقوبتين، وترتفع هذه مدة الحبس إلى سنتين أو دفع غرامة 300 جنيه في حالة تسبب عاهة مستديمة. طب معلش يعني دلوقتي احنا بنتكلم في حاله ان هو عضه وراح الراجل ده اخد تطعيم اللي هو بتاع العض في اي مستشفى ومشي، طب في حاله ان هو حد اتحط بسبب عض الكلب بين الحياه والموت، ايه العقوبه القانونيه اللي بتكون على هذا الشخص اللي هو صاحب الكلب ده؟ هنا يا فندم يتحول الحيوان او الكلب الى اداه جريمه اللي ارتكبت بها الجريمه وجسامه هذه الجريمه. يعني لو وصل الجريمه الى الموت او العاهه المستديمه بنرجع للاصل، بقى الاصل هو قانون العقوبات. في حاله وصول المجني عليه الى الوفاه او الموت او عاهه مستديمه بنرجع لنصوص قانون العقوبات في اي جريمه عاديه. يعني لو انسان قتل انسان هنا بيعاقب بالاعدام او الاشغال الشقه المؤبده. نفس الوضع في حاله تعدي الحيوان على انسان وصلت به الحال او وصلت الجريمه الى عاهه مستديمه او وفاه او اي جريمه كبيره بترجع للاصل في قانون العقوبات. ايوه بس دي مش زي حاله قتل متعمد مثلا. لا يا فندم، بنفس الظروف الواقعه هي يعني لو انسان تعمد ايذاء انسان اخر بحيوان هنا يتحول الحيوان الى اداه جريمه. ايوه حضرتك دلوقتي قلت تعمد، انا بكلم حضرتك ان دلوقتي فلان مربي كلب، الكلب ده شرس سواء من المحظور ان هم المفروض يتربوا في البيوت او لا، قرر الكلب ده مع نفسه ان هو يعض شخص اخر بدون ما يكون صاحب الكلب خلاه يهجم بالقصد على شخص تاني، ايه حاله الشخص ده؟ ايه اللي يحصل له؟ يعاقب هذا الشخص. ايوه يعاقب بالغرامه اللي هي 300 جنيه؟ لا يا فندم، بعقوبه التعدي على الانسان، بعقوبه كانه قصده حتى لو مش قصده. بالظبط يا فندم. اوكي.
طيب ازاي حد عايز يربي كلب في بيته يمشي بشكل قانوني؟ ايه اللي المفروض يحصل؟ هنا يا فندم بيرجع لترخيص الحيوان، لقانون البيع ترخيص الحيوان، لازم وجب ترخيص الحيوان اللي بيحوزه هذا الانسان. يعني هو الترخيص والتطعيم طبعا. بالظبط يا فندم. وان هو يبعد عن الكلاب اللي حضرتك قلت عليها ان هي المفروض ان هي محظوره اساسا ان احنا نجيبها. مجرمه دوليه. طيب هل في بيكون معاقبه او مساءله قانونيه للشخص اللي عنده كلب بيمشيه في الشارع من غير ليش او سلسله او كمامه؟ ولا ما فيش حاجه كده قانونيه؟ اي انسان يتعمد ارهاب اماره في الشارع يعاقب بجريمه البلطجه. حتى لو دي مش نيته، هو فاكر ان كلبه ده كلب مثلا مسالم بس غيره ماشي في الشارع خايف، ده يتعاقب. حتى ولو الواقع بنتعامل مع الواقع بنفسها. وحتى لو مرخص. حتى لو مرخص يا فندم. اوكي. طيب حضرتك شايف ايه اللي هيحصل في الحادثه اللي حصلت اخيرا دي؟ ايه اللي المفروض يحصل قانونيا في اللي حصل؟ بص، هو حضرتك في مشروع قانون مقدم امام قمه البرلمان بعد عرضه على لجنتي الزراعه والري، تقدم به النائب احمد السجين و60 نائب باعضاء مجلس الشعب وما يعادل عشر مجلس الشعب. وهذا القانون يتضمن 5 مواد. القانون اسمه قانون حيازه الحيوانات الخطر او اقتناء الكلاب. القانون دوت تضمن 5 مواد اهم ملامحها: 1 عدم الاخلال بالاتفاقيات الدوليه ومراعاه القانون رقم 53 لسنه 1966 وقانون البيئه الصادر رقم 4 لسنه 1994. 2 من اهم الملامح: ان المربي يكون 16 سنه، 3 6 شهور الى 3 سنوات غرامه لا تتجاوز 600,000 جنيه، 4-5 سنوات عقوبة من استخدم حيوان خطر للاعتداء على انسان، والسجن المؤبد كحالة الموت. ده قانون يا فندم جديد مقدم تحت قبة البرلمان. بس لسه ما اتعملش، يعني هو بس مقدم، لسه ما توافقش عليه. بالظبط يا فندم، بالظبط. استاذ محمود ابو بكر المحامي، بشكر حضرتك جدا ووضحت لنا معلومات كتير قوي. شكرا يا فندم، تحت امرك. بجد يا جماعة يا ريت الناس تاخد بالها كويس جدا من القصة دي، بلاش نعرض نفسنا ونعرض الناس كمان للخطر، ويا ريت لما نربي حيوان في البيت نبقى قادرين إن احنا نتحكم فيه، بلاش الحيوانات اللي بتخرج عن السيطرة. وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب.